ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. أنا كنتسائل علاش الأطفال بغين يقتلوا رؤوسهم. خليني نمشي من هنا، أنا بغي نضرب راسي للقلب. كتشوفيني، أنت كتشوفيني، ما كديري والو، أنت كتشوفي فيا، ما كديري والو. أي حاجة مشات، كل شيء مشى، كيعيطوا عليا بأكل خطيفل في القسم. أنا بغي نموت دابا ولا نضرب راسي بجاجة للقلب. بغيت شي واحد يقتلني ويطعني. زعما قال لك هذا هو اثار تنمر على طفل صغير عنده 9 سنين اللي باغي يمشي غير للمدرسه فقط، باغي يتعلم ويستمتع بالوقت ديالو. واي يوم كيوقع ليه هذا الشيء، اي كثر لي بحال هذه الاشياء، كل مره حلقة، كل مره كيقولوا عليه سميه. بلا شك انكم ما عاد تكونوا سمعتوا القصه ديال هذاك الطفل الصغير الذي يعاني من القزم، هذاك السيد الصغير وكيعاني من مرض قصر القامة، وهو كيدلي بواحد الفيديو، الأم ديالو صوراتو كيدلي بواحد الفيديو ديالو بأنه باغي يموت، باغي يقتل راسو، باغي يضرب راسو بسكين إلى القلب ديالو، وهو عنده طفل عنده 9 سنين. علاش هادشي؟ هادشي في أستراليا. علاش هادشي؟ لأن الأطفال الصغار في المدرسة كيبقاو يسبوه، والتنمر، التنمر باللغة العربية، هي كيبقاو يشدوا فيه، يعيروه، انت مكلخ، انت هادي، انت هادي. المهم زعما اكل خضري كاين في هذيك المدرسه، ولا اكلخ واحد كاين في هذيك، هو ميم صغير وبحالك، وقال كلمات اللي جارحه، قال انا باغي نموت، مابقاش باغي الحياه. وكان واحد الفيديو اللي مؤثر جدا جدا جدا، واثر على العالم كامل. المهم بالنسبه للناس اللي شفتوا التصاور ديالو على الشلاح ودابا في الفيسبوك ولا في الانستغرام، راه هذه القصه انه دار واحد الفيديو مؤثر، الام ديالو دار واحد الفيديو كتقول لهم ان الابن ديالي تلقى واحد الكثير من الاهانات، واللي ولا دري صغير عنده 8 سنين باغي انتحر، وبغي يقتل راسو، وبغي يخشف راسو بموس. stop yourself, stop my heart with a knife. وكل شيء العالم تعاطف معاه. ومن بعد تعاطف ان بزاف الممثلين امريكيين كاللي كيجسد شخصية نيغان في The Walking Dead تواد خلى لي واحد الرسالة. وهيوغ جاكمان بالنسبة للممثل الامريكي هوليودي اللي تواد خلى لي واحد الرسالة اللي كيجسد شخصية وولفرينغ في اكس مان. ايضا واحد جمع لي تبرعات 150 الف دولار، اي 150 مليون سنتيم. جمع لي واحد الكوميدي كندي اللي توا كيعاني من قصر القامه، ودارت واحد الضجه في العالم كامل. حتى واحد الفرقه ديال، بما انه في استراليا، واحد الفرقه ديال الرغبي حتى هي دعماته، بغات زعما العالم كامل بغى يدعموه، مشى يمشي عنده ويديروا يديروا مع الواجب باش يخليوا هاد القضيه ديال التنمر ولا الإهانات اللي كيتلقاه الدراري الصغار في المدارس ولا في الزنقة، ولا أي واحد، أنت علاش طويل، أنت علاش نيفك طويل، علاش عينيك كبار، إلى آخره. وهذه ثقافة في العالم كامل، كاينة بعض الناس اللي ما مربينش، كيربيوا أطفالهم على الحقد وعلى يقولوا في الناس أشياء اللي قباح. وإحنا من هذا المنطلق، من إحنا في المغرب وفي الثقافة الإسلامية، عندنا في القرآن كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين، والكلمة الخبيثة كان شجرة خبيثة اجتثت من الأرض. المهم ما عداش الجدر، الكلمة الطيبة راه بحال واحد الشجرة اللي كتكبر وكتعطي الثمار ديالها، وكتبقى دائما كتعطي الثمار ديالها. هذه الكلمة الطيبة في الإسلام. وبالنسبة للكلمة الخيبة، خاصنا عاوتاني ربي ولادنا، هذه نصيحة للجميع ومناشدة للجميع، ربي وليداتكم وما تخليهمش يبقاو يعيروا في بنادم خور اللي ما عنده شباه، ولا اللي الأم ديالو عازباك تعير هذاك الدري الصغير، كتعقدو من الصغر. دونك لا عقدتي من الصغر، يقدر اما يدير شي حاجه، ما يبقى حاقد على المجتمع تيدير جرائم ملي يكبر. خاص تربي ولادكم انهم دائما الاحترام، ما يقولوش، ما يكونوش قباح، ما يخرجوش العيب بزاف، وخصوصا ما تعلموا بان الجوهر هو المهم، ماشي الظاهر، ماشي الظاهر، هذا طويل، هذا قصير، هذا غليظ، هذا رقيق، الى اخره من هذه الاشياء. خاص بنادم لا بد يتبع الجوهر وما يتبعش المظهر.
هذه اول حاجه، وما تخليوش ولادكم تربيهم على انه كيعير كيعير وهذا، لا خصو يكون يقول الكلام طيب وعلمهم يقولوا الكلام طيب. وهذه راه ولات قيس قضيه راي عام عالمي، مابقاش قضيه راي ديال هذا السيد هذا الطفل الصغير اللي ضحكوا عليه الاطفال الاخرين، كيضحكوا عليه بسبب الشكل ديالو، بسبب انه ما قراش مزيان ولا ما كيفهمش مزيان الى اخره. وكنتمنى ان هذه القصه لخصها لكم في بعض الاسطر، وشكرا لكم. My man, I don't know your name, I don't know your mom's name, but I saw your video. What I want you to know is that you have friends, me included. I am your buddy. You haven't met me yet, but we'll see if we can change that for one. Maybe your mom can DM me. You have a bunch of friends out here, out in the world that you haven't met yet. But we're here and we got your back. And you need to know that. It'll get better. Kids, as a dad of a 9-year-old, kids can be horrible, and that's because their parents aren't doing their job. It's gonna be better. It's gonna get better. Sorry, it'll get better. I promise it will. You hang in there. All right? DM me. Clayton, you're stronger than you know, right? And no matter what, you're a friend of mine. So, everyone, let's please be kind to each other. Bullying is not okay. Period. Life is hard enough. So, let's just remember every person in front of us is facing some kind of battle. So, let's just be kind. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.